اهلا وسهلا بكم نسيت كل على راديو الحياه تفهم او الاذاعه مختصه في الصحه موجودين باحد النزل الخاصه في تونس لا بروميير جورني دو سيرفيس شيرجي جينيرال الرابطه. هذا اللي كان انطلق اليوم وسعيد جدا بحواري مع السيد منتصر قاسم رئيس قسم الجراحه قسم اي بمستشفى الرابطه. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بكم. اليوم نحكيو على اول يوم علمي مختص بقسم اي للجراحه بالعامه بمستشفى الرابطه. بالضبط. هو قسم جراحه اي بالمستشفى الرابطه من اكبر اقسام تونس جمهورية تونسية واليوم نعمل أول يوم علمي باش نتكلموا على سرطان المستقيم. اخترنا كونه باش نختاروا موضوع واحد باش نجموا نشوفوا كل المشاكل نتاع الموضوع وخاصة هذا السرطان المستقيم ولا الريكتوم فيه تطور كل يوم، كل يوم فما حاجات جدد، كل يوم فما حاجات جدد. هذاك علاش احنا اخترنا باش ناخذوا موضوع واحد باش نطرقوا على كل مشاكل الموضوع هذا. العدد نتاع الإصابات مش يكبر في تونس، مش يكبر في تونس. اون كونتر بارتي نحكي زيد على التطور العلمي قاعد يأتي في حلول احسن واحسن. بالضبط. هو توا الجراحه هي الاكثر حاجه تتعمل في مستوى سرطان القولون، لكن توا العلم تطور حتى باش يوري كونه الجراح وحده ما عادش ينجم يداوي، يلزم يتعاون مع اخصائيين اخرين الورم المختصين في الفاميلي ميديسيموثيرابوت وفما لي راديو ثيرابي لا راديو ثيرابي على خاطر توا لو كونسير دو ريكتوم ولا ديسيزيون تاعو بلوري ديسيبلينير، معناها وقت اللي ساعتك ساعه وكل فما عندنا ملف نتاع سرطان مستقيم نتلموا مع بعضنا المختصين الكل ونعملوا اجتماع باش ناخذوا لا ديسيزيون القرار النهائي للمريض. فما مريض ممكن يتشق من الاول، فما اكثر المرضى باش يعملوا راديو شيميو من الاول ومن بعد نعاودوا نشوفوه في الاجتماع ونقرروا شنو هي العمليه. والعمليات تطورت، الجراحه هي بيدها لكن القرار نتاع العمليات خاطر نجموا نمشيو من تنحيه الورم والقولون توا ولينا نجموا حتى نمشيو ما نشقوش المريض، نجموا نعملوا كان سيرفيونس والا تنحيه المرض اكاو. ديما سا اون بوز سي توجور سيت كيسيون شيرجيان، وقتاش بو بروني لا ديسيزيون انه لازم ندخل بيت العمليه تو توا بالتطور اللي صار. قلت لك نبداو بالراديو شيميو وبعد نعاود نشوفوا المريض بعد مده، نجم نقول لك اسبوع قبل ما خطر تو العمليه ما عادش تعمل بالضبط بعد الراديو شيميو، العمليه تعمل بعد 6-8 جمعات. قبل الجمعه قبل مثلا ما قررنا الجراحه نعاود نشوفوا الملف وقتها نقرروا فما جراحه ولا ما فماش جراحه. في اغلب الحالات فما جراحه لكن نعرفوا شنو هو الجراحه والعمليات تفرق ما بين المريض هذا والمريض هذا. ودوا تو كما قلت لك العلم تطور حتى ولينا كل مريض عنده قرار وحده، معناها هذاك علاش احنا اليوم سميناها لا بيرسوناليزاسيون دو بريز ان شارج، سيتادير كل مريض يستحق علاج نتاعو هو خاص به سي كوا اون ميديسين دو بريسيزيون. هذا اللي شفتو باش يكون بعد مده هذيك هي لا ميديسين دو بريسيزيون، سيتادير كل مريض يستحق كما قلنا قرار اللي هو وحده. فما برشا مرضى باش يتشبهوا لبعضهم، لكن كي نشوفوا المريض في الاجتماع الاول ونعاودوا نشوفوه في الاجتماع الثاني يولي كل مريض عنده قرار اللي هو. هذيك هي لا ميديسين دو بريسيزيون، معناها مش نعطيو كل شيء للمرضى الكل كيف كيف، لا كل مريض عنده قرار نفسه استدير نتاعو هو. دكتور قبل ما نختم انا معك مره اخرى، سعيد جدا كومون فو فيت دو جيري قسم جراحه الجراحه العامه من تاريخ 1912 ونحكي على 400 عمليه للمستقيم بصفه عامه على امتداد عام كامل. سي لو ميريت للاطباء والاطار الطبي والشبه الطبي احنا في المستشفى الرابطه وفي قسم الجراحه احنا عندنا 12 جراح وكلهم في مستوى عالي. معنا كي نحكي لك على الجراحين الكبار ومعنا لي ريزيدون ومعنا لي زانتيرن ومعنا الشبه الطبي، معناها الاطار الشبه الطبي اللي هو من احسن ما عندنا في تونس على خاطر في الجراحه ناس يبداو مستوى عالي من في كل الاختصاصات. وكيفاش نعملوا راهو وقت اللي المريض هو اكثر حاجه عندها اهميه، وقت اللي احنا نشوفوا معناها حالة المريض يزم المريض يعمل العملية متاعه بقرار معناها مناسب وعملية مناسبة. هذاك هو اللي يعمل النجاح متاع أي فريق، المريض تو
تورن اوتور دو باسيون تو، معناها شبه الطبي والطبي والاداري وكل شيء المريض، هو هذاك هو اللي به الفايده. اذا كنا نتفاهموا كونه المريض هو ليسانسييل، هو اللي به الفايده في كل النواحي، فما كان نجاح من بعد ان شاء الله. وديما نذكرهم التقصي المبكر واحسن حل. صحيح صحيح، ماذا بينا احنا نشوفوا المرض هذايا على خاطر قاعد ينتشر، ماذا بينا نشوفوه في مرحله اولى، على خاطر في مرحله اولى قد ما التقصي معناها نعملوه بكري، وقد ما المرض نلقاو له في المراحل الاولى راهو قد ما الامل باش يبرى تماما موجود ان شاء الله. يعرف دكتور منتصر قاسم رئيس قسم الجراحه اي بمستشفى الرابطه، ان غرو ميرسي بور الانترفيو. ميرسي بوكو. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.